انت مش هتقوم تقابل بكران على باب الوكالة؟ برضه ليه يا موسى؟ هو اللي عاوزني مش انا اللي عاوزه. انا في عرضك، في عرضك يا معلم الباب ويحميني. يا واد انت من يوم ما حطيت رجلك هنا وانا اللي بحميك يا حنجل. بس بدران جاي النهارده عشان يقتلني. انت يا راجل انت مش ناقصين الخور اللي باع التلبيكه يا عم. يا تمام يا حنجلك يلا. الهي حنجلكم انتوا الاثنين. ايه الحكايه؟ اوامر المعلم الباوي ومحدش يقابله غيرك يا معلم بدران. خليك مع الرجاله يا كروري. اهلا اهلا بسيد الفتوات. يا اهلا اهلا اهلا. ولسلامك غلب كلامك، لفشفشت لحمك قبل عظامك. تفشفش مين يا بدران؟ احنا خلاص عجزنا وراحت علينا. ما دام قريت يا الباوي بقى ان احنا عجزنا، يبقى لازم نقعد سوا نتكلم كلمتين بالهداوه. الهداوه ما تنفعش هنا، عندي في البيت. لو في جهنم يا هلباوي برضه القعده معاك تحلو. طب اقعد استريح، عمال الواد همبكه ما يشد لي الكريت. يا موسى كوبايه عرقسوس المعلم بدران عشان يهدى كده ويروق دمه. ربنا يهدي. ايه يا اخينا؟ معلم الباوي عاوز يركب الكريت. طب مش يدفع ثمن تصليحها قبل ما يركبها؟ تصليح ايه يا اخينا؟ ثمن تصليح الكارته يا همبكر. مش كفايه المعالم سايبكم تسترزقوا في الحته ولا ايه؟ خلاص يا سعد يا ابني، عوضنا على الله. طب قسما عظما بقى، الكارته دي ما هتتحرك من هنا الا ما يدفع ثمن تصليحها. ما دام الوسطى بتاعك بقى ما عرفش يربيك، يبقى احنا اللي هنعلمك الادب يا ابن كرامات. حصلك تمد ايدك على رجالتي يا ابن كرامات. ياما كرامات رايحين. انا ابن مين؟ انت ابني يا سعد. ما انا عارف انك انت اللي ربيتيني، لكن امي وابويا مين؟ ربنا وحده اللي يعلم يا ابني. يبقى الناس عندها حق لما بيقولوا عليا ابن حرام. اعوذ بالله من غضب الله. انت ابن حلال يا سعد، واهلك ناس طيبين. هتعرف منين اذا كنت ابن حلال ولا ابن حرام؟ يا ابني ربنا ما حدش شافه، لكن عرفوه بالعقل. تعال معايا يا سعد، تعال معايا وانت تشوف بعينيك اللي يريح بالك ويطمن قلبك. بص بعينك يا سعد، هي دي الكاربتة اللي لقيناك فيها يا ابني. صدقتني بقى لما قلت لك ان اهلك كانوا ناس اكابر. طب لما اهلي ناس اكابر ما سألوش عليا ليه؟ ما دوروش عليا ليه؟ يا ابني ما تظلمهمش، ارضى بالاسم والنصيب. شفت ازاي يا سعد يا ابني؟ ضاعت منك راحة البال لما بعدت عننا وسبت التكية. اما كرامات ما انا لازم اشتغل واكسب لقمتي بعرق جبيني. مش كفاية اتحكم عليا اني عشت طول عمري الناس تقول لي يا ابن كرامات؟ مستعر مني يا سعد ان انا بأمك؟ ما كانش ده عشمي فيك ابدا. يا ابني دي الام هي اللي ربت مش اللي ولدت. سامحيني يا ام كرامات، انا متأكد ان امي ما كانتش هتكون احن عليا منك. بس لما اتجوز هقول لاهلي اللي هتجوزها ايه؟ قول لهم انك ابن كرامات وانت راسك فوق فوق قوي في العلالي يا سعد. ¡Suscríbete al canal!
تقوم بيها بقى يا هلباوي عشان نتكلم في المفيد. يا بدران صحت الحظ ما تعوضش، خلينا قاعدين شويه لما نسخن. احنا لو سخنا مش هنعرف ناخد وند في الكلام. عندك حق. النهارده اصحى فوق. انا تحت امرك يا بدران. ننسى اللي فات يا هلباوي. احنا ولاد النهاردة. يبقى يا دار ما دخلك شر. ما تقدرش تنكر يا هلباوي ان كرشك ده كبر على حسابي انا. ليه وانا لا سمح الله خطفت اللقمة من بقك؟ اكتر خطفت التجار بتوعي كلهم. انت اللي طفشتهم انا ما خطفتهمش. لو كنت انت عملت باصول الفتوانة وما فتحت صدرك فيهم كانوا قعدوا متلقحين عندي ولا خرجوش من طوعي. التجار بتوعك يا بدران ما هجوش من عندك الا لما حس انك هتلحهم هدومهم. يجيبوا لك فلوس منين عشان يدفعوا لك الاداوه بتاعتك؟ انا ما غلطتش لما فتحت لهم صدري. نعمه ربنا بعت افوتها. حلال عليك يا عم، بس اللي ياكل لوحده يزور. انا عايز حقي ناشف. حق ايه يا بدران؟ يعني الاداوه اللي كانوا بيدفعوها للتجار انت اللي هتدفعها لي يا هلباوي. جينا للكلام اللي لا يودي ولا يجيب. يا بدران عاوز اقول لك نصيحه تحطها حلقه في ودنك. الفتوانه يا صاحبي ما بقتش تجيب همها. امال ايه اللي بيجيب همه يا شبندر التجار؟ قبل ما اشتغل في التجاره يا بدران كنت زيك كده ترى الله في برسيم. شويه القوه اللي كان بيديهمني ربنا كنت نازل بيهم مفترع على مخاليل الله لحد ما الحظ دحرج الخواجه موسى في سكتي. ساعتها بقى يا صاحبي اكتشفت ان التجاره ممكن تخليك اكبر في الدنيا وفي العالم من غير ما تمد ايدك على حد. انت بتحلم يا هلباوي. مفيش بني ادم بيدفع الا والنبوت فوق نفوخه. بس في النهايه هيفلس وتبقى انت لا طولت الابيض ولا اسود. لكن لو وردته وشيلته بضاعه يسترزق منها ساعتها هيبقى خدام تحت رجليك وتقدر تجوعه وقت ما انت عاوز. يعني المفتشر كده انت عايزني اكسر نبوتي وابقى تهاجر على اخر الزمن؟ لا سمح الله يا صاحبي، نبوتك هيفضل سليم زي ما هو، مش هيترفع الا على كل تاجر يقف ينافسني في السوق. بضحك عليه يا بدران. بضحك على قله ادبك وطوله لسانك يا هلباوي. بقى انا بدران الجمال عايزني اشتغل في توه عندك انت؟ وهدفع لك اللي انت عاوزه انت ورجالتك. نبوتي طول ما هو سليم هيفضل راسمالي وهاكل بيه الشهد. هتفضل طول عمرك عايش بمخ نمله وجسم بخل. غلطت يا هلباوي غلطت. هدفعك الثمن غالي قوي. فكروني على ليلة دندشة كريمة. من صحاب عدو كريمة. مين فينا اللي دفع الثمن غالي يا بدران؟ أنا ولا أنت؟ دول بيع على عيش الملح اللي بينا. لا كنت خليت حنوتية البلد يسترزقوا الليل. ارموني رجالت بره خلوني حصلوه. اتفضل يا سيدي. ادي واحد اثنين. ايه ده يا اسطى نصار؟ قنبله التوصيله. عاوزنا اجيبك من السنه نفيسه لحد هنا وتدفع نكله. امال عاوزنا ادفع تعريفه؟ طب قول 3 مليم. ليه؟ ما كنت ركبت سوارس وقعدت وحطيت رجل على رجل واتجعصت بدل المخمضه والشحطاطه اللي انا فيها دي؟ لسه نصار هتدبر عليه بقى بريزه يعني اكل حمار بيتكلف اكتر من اكلي. طب ما هو لازم اكل الحمار يتكلف اكتر من اكلك. هو مين اللي بيشقى فيكو؟ مين الاهم؟ انت ولا الحمار؟ يا باي
طايفة المكارية والحمارين دول بقوا طنبعين قوي. خد المليمة اهو. يلا. على السلامة. على السلامة. امتى ربنا يتوب علينا منكم ويجيب لنا عربيات وترمبلات ونقعد كده زي الخواجات؟ امتى؟ سعد فين يا فتش؟ ده قال لي راح مشوار وراجع.